اهلا بيكم. احيانا لما تيجي تفتح الشاشه بتاعت الكمبيوتر بتاعتك بتلاقي الرساله التاليه: بوت مانجر از كومبريسد، بريست كنترول ار تو ديليت تو ريستارت. الرساله دي بتجيلك ليه؟ لان في فيتشر في الويندو بتخليك تعمل كومبريس للفايلات اللي موجوده في السي. بعض هذه الفايلات لا يجب انك انت تعمل لها كومبريس، وده راجع لايه؟ لان دي هي البوت فايل اللي بتفتح الويندو. لما بتحصل حاجه بالخطا زي ده عليك تحل المشكلة. ازاي تحل المشكلة؟ اولا نروح على البايس بتاع الكمبيوتر. لما نضغط على F8 قبل ما يشتغل بنقدر نجيب البايس ونقدر نغير ونعمل البريوريتي بتاعت الفتح من السي دي او الفلاش، ونحط الفلاشة بتاعتنا ونبدأ نفتح تاني الكمبيوتر، نعمل ريستارت للكمبيوتر واحنا حاطين فيه السي دي بتاعتنا اللي هي الانستوليشن ديسك او الفلاشة الديسك دي زي ما انتم شايفين، ونبدأ نشغل الكمبيوتر. نضغط على اي مفتاح عشان يبدأ يشتغل منين؟ من الدي في دي او الانستليشن ديسك اللي احنا حطيناها، ونضرب انتر. وبعد كده هتظهر لنا الشاشة التقليدية اللي انتوا عارفينها، هنا الويندو بيحمل اهو، تظهر لنا البلو ويندو بتجينا دي الويندو 7. طبعا بنملى البيانات اللي موجودة ديت، اللغة والعملة والكونتري، وبعد كده نقول نيكست. بتديني شاشة تانية بتقول لي ويندوز 7 انستول ناو. احنا مش عايزين نعمل انستول والا هنعمل فورمات للجهاز. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ريبير يور كمبيوتر. لما نعمل ريبير يور كمبيوتر هتبتدي تظهر لي السيستم ريكفري اوبشن. هو دلوقتي بيدور على الويندو بتاعتنا، على السيستم بتاعنا. اهو لقينا السيستم بتاعنا، ادي الويندو 7، لان ممكن يكون عندك اكتر من سيستم في الكمبيوتر بتاعك. ونضرب على لود درايف، بتظهر لي الاد درايفز ديت، نقول عليها اوكي. وطبعا الدرايف اللي فيه السيستم هيكون الدرايف سي عاده. يظهر لنا بقى الدرايف سي هنا، نعمل عليه رايت كليك ونعمل بروبرتيز. كويس كده، البروبرتيز هتديني كل ده، هنشوفه على الكومبريس درايف تو سيف ديسك سبيس. نشيل الانشيك دي. لما نشيلها ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لي بيقول لي اديني كونفيرميشن مسج، اهي الكونفيرميشن اتريبيوت تشينج. انت عايز الكلام ده ولا لا؟ نختار نكون متاكدين ان اللي تحت ديت اللي هي ابلود تشينج تو درايف سي اند سب فولدر لكل الملفات، نختارها ونقول اوكي. بياخد وقت شويه عشان يعمل الان كومبريس ده، وبعد كده تقدر تشغله من تاني وهتلاقي الويندو بتشتغل معاك كويسه جدا. وبشكركم جدا على استماعكم لفوزي اكاديمي.